صباح الخير. صباح النور. يبدو أنك لم تنم ليلة أمس. لكنني جاهز لأي أوامر كعادتي. سنرى ذلك. الأيام قادمة. أيها المعلم، الفرقة الموسيقية أصبحت مشهورة بعد أن عرضت على شبكة الإنترنت. إنهم يجذبون الناس إليهم ويعملون على سمعتنا. أيها العميل السري، هذا جهاز تنصت أحدث من جهازك، هدية من المعلم. كن منتبها، تقرر أن تكون هناك عملية مهمة جديدة. لقد فهمت، سأكون مستعدا. ولكن هل تعرف من سيكون القائد؟ من هو؟ أنا سأكون القائد، وسنسمي هذه العملية بعملية الصمت المفاجئ، ما رأيك؟ إنه لشرف لي أن أشارك. هل تسمعني أيها المار؟ هنا القاعدة، التنين يتحدث إليكم، أجب. أخبرني أين وصلتم؟ لقد اقتربنا من الوادي الغامض. لقد هاتفني أحد معجبي فرقتنا وطلب أن تبث أغنيتنا على الهواء مباشرة. كي نقضي أحلى الأوقات، نعمل دوما ضد الشمس ونحارب أعداء الخير، ندعو للسلم الأحباب، هيا انضموا ودقوا الباب، نعمل دوما ضد الشر ونحارب أعداء الخير. أوه. إلى الأمام. بك يا صديقي، أشعر بأن الخطر محدق بنا. لماذا؟ شاهدت فيلما قبل فترة وكان الجسر الموجود في الفيلم يشبه هذا الجسر. كان فيلما مرعبا. أثناء سير القطار على الجسر المعلق بدأت الحبال تتقطع وسرعان ما تكسر الجسر وسقط القطار في النهر. إنه يشبه جسر الفيلم ويمكن أن يكون هو. ممكن، فنحن الآن في مدينة السينما. كل شيء ممكن في مدينة السينما. كف عن هذا الكلام الفارغ. ارجع للخلف، ارجع، تقدم للأمام. انظروا إلى هذا. حاول أن تفتح هذا الباب على عقلي. إن خطتنا تسير على خير ما يرام يا معلمتي مي. لا بأس.
الحمد لله صديقي، في الحقيقة استيقظت على ندائك. وقعنا في فخ. أعرف لقد انقطع الحبل بسبب عيار ناري. يجب أن نبحث عن باقي أصدقائنا حتى نعلم الأشارة درسا. مرحبا أيها الفأر الوسيم وأيها الخروف الأبيض. يبدو أنها تعرفنا جيدا. طبعا، ومن لا يعرفكما؟ وأمنيتي الأولى تحققت اليوم أيها النجمان. وقعالي. نحن نجمان؟ نعم بالطبع. حقا؟ بعض النجوم لا يحبون توقيعها على الورق. إذا أين؟ هنا. جيد، أمنيتي الثانية أن تتعاونا معي. وصلت مبكرا، وكان يجب أن تعطيه فرصة للتنافس. لم أستطع أن أكبح نفسي أكثر من ذلك أيها القائد. فكرة، أيها الخروف، هل ترغب أن أرسمك؟ ابتعد، لن أؤذيك إذا أطعتنا. اتصل بالتنين واطلب منه أن يقابلني في مكان أحدده أنا، وأن يحضر أصدقاءكم معه. لكني لا أستطيع أن أخون أصدقائي. لقد نفد صبري أيها الخروف. لا أستطيع، صدقني. لا يمكنني أن أمسك نفسي كما تفعل معلمتي معي. إن كان لديك مطلب ما فأخبرنا به. تستطيعون ضربي بقوة؟ أتهزأ بنا؟ ما هذا المطلب؟ هذا هو طلبي ونفذه. سأعلمه درسا لن ينساه أبدا. لا، لست أنت من سيعلمه هذا الدرس. أنا من سيعلمه الدرس. أنت؟ تعال. لن يرضى بالتعاون معنا بعد الآن. المرة القادمة سأكون ألطف. واحد زائد اثنان ثلاثة. جيد، لم يتأثر عقله، بل أصبحت أفكر بوضوح أكثر. هيا قم بضربي ثانية. هل أنت مجنون؟ لست قوية بما يكفي. أقوى أقوى. أضربني بقوة أكبر. سأريه الآن. يمكنك فتح عينيك الآن. هل فقد وعيه؟ أجل، لقد فقد وعيه، لكن أخبريني كيف استطعت التصويب وأنت مغمضة العينين. المنظر مخيف. لا، ليس لهذا الحد. جيد، ولكنني لم أرى سلاحا كهذا من قبل. بالطبع، إنه ممتاز، لقد أهداني إياه المعلم. إنه سلاح خاص، وعلاوة على ذلك فهو سهل الاستعمال وفعال. فعلا. سبعة زائد ثلاثة. هيا أجب. لا يعي شيئا. حول. أسرعي بإحضار الفأر والخروف. انتظرت بما فيه الكفاية. أريد منكم أن تكملوا بحثكم عن الآخرين. في الحال.
أيها الفأر، أيها الأرنب، أجيبا حالا، أين أنتما؟ هل تسمعني؟ أيها الفأر، ما الأمر؟ لماذا لا تجيب؟ ألدينا أي مشكلة في الإرسال؟ لا مشكلة في الإرسال، إن الضربات التي تلقاها الخروف مدته بطاقة داخلية زائدة، وكلما ازدادت قوة الضربات تزداد قوته. هذا يعني أنه لن يتعاون معي على الإطلاق؟ باختراع جديد سأجعله يتعاون معك. حقا؟ أخشى أن يسبب لنا المشاكل. اختراع جديد سيجعله يتعاون معنا بالتأكيد. حقا؟ حقا. اكتب الكذبة التي تريدين منه قولها على ورقة ونضعها في المحلول وندخل السائل في جسمه، وهكذا سيقول الكذبة التي نريدها. ولكن انتبهي، يجب أن تكون الكذبة محبوكة 100%. نعم. الأمر بسيط، طوال حياتها تعيش في عالم من الخيال. لا أصدق، تراقبني؟ هذا عملي معلمتي. أكتب الكذبة الآن. خذ. جيد، أرأيت ردة فعلي السريعة؟ انسى ما تصرف.
الخروف حين استيقظ؟ لم يستيقظ بعد، إنه في حالة حلم وقد هاجمنا لأن لديه قوة زائدة في جسمه يريد التخلص منها وبأي طريقة. جداً. لن يفعلها مرة أخرى، أطلبي منه أن يتصل بالتنين الآن. هناك مشكلة، لا أستطيع إكمال الخطة بدون العميل السري. سترين. لن تكون صعبة على خبير مثلي. سخط العقل. هذا الدواء سيعالجه ويعيده إلى حالته الطبيعية. أيها الفأر، هل تسمعني؟ حول، أجبني أيها الفأر. أيها الفأر، حدد موقعك. أنا الخروف، أتسمعني؟ أيها الخروف، ماذا حدث؟ لقد تعرضنا لحادث. هل جرح أحد؟ كلهم غائبون عن الوعي أيها التنين، ما عداي. أخبرنا عن موقعكم بدقة وسنرسل لكم فرقة الإنقاذ. نحن في منطقة بطن الوادي. عرفت مكانهم. لماذا ذهبوا بعكس اتجاه القاعدة إلى تلك المنطقة؟ واضح من كلامه أنه واثق مما يقول. ما رأيك؟ لا أعرف أيها الخروف، أظنه فقد وعيه أيضا. هيا. سيرى العالم عما قريب انفجارا كبيرا سيتحدث عنه الجميع. ماذا عن التنين؟ أهو قوي؟ إن التنين قوي جدا وهو أقوى الجميع، وأنا أحب الخصم القوي. سنكتشف المنطقة أولا أيها المحارب، ثم نقتحم المكان وبأقصى سرعة. ما الأمر؟ إنني أشم رائحة غريبة، لا يجب أن تكون رائحة كهذه في طائرتنا. لكني لا أشم شيئا. لدي حاسة شم قوية. هل اقتحمت الطائرة قبل وصولنا؟ هذا شيء مؤكد. هذه الحالة ماذا سنفعل؟ أيها التنين، توجد رائحة غريبة على متن الطائرة، لابد أن أحدا ما تسلل إليها قبل وصولنا. ماذا؟ هذا مستحيل. ألا تثق بحاسة شم الكلب؟ ما زال التنين في الداخل. سأقتحم المكان وأفاجئه. أدخل وسأنتظرك هنا، هيا تقدم وبسرعة. أيها التنين، أخرج إلي أيها الجبان. أي واجهني، أتكن جبانا. أقترح عليك الاستسلام، إنه قوي جدا. أن يستسلم وبأنك قوي جدا. أخبرني، هل كنت على متن طائرتنا أم لا؟ لا، أتينا هنا لنبحث عنك.
رائحتك تشبه الرائحة الغريبة التي كانت على متن الطائرة. قال لي التنين إن هناك عميلا سريا يدعى بصفر صفر ثمانية وضع قنبلة في الطائرة. يا جماعة انظروا إلى هذا، اقذفها إلى الخارج. سأقطع الأسلاك وأحتفظ بها كتذكار. تخلص منها أيها القرد بسرعة. أبطلت مقولها. قال التنين إننا لا يجب أن نعبث بأسلاك القنبلة. ولكنني عبثت وانتهى. تصرف غبي. لن تنفجر القنبلة. إذا لم يربطوا على زر التفجير سنحتفظ بها وربما نستفيد منها. أيتها المعلمة مي، لقد وصلني بلاغ بأن القنبلة فعالة، سأذهب لتفجيرها الآن. إن كنت تخشى على حياتك أخبر طياركم بأن يتراجع. تفضل، ها هو جهاز الإرسال. أيها الطيار لا تفجرها. أيها العميل السري، لا أستطيع مخالفة التعليمات أبدا. إنني الآن سجين عند التنين، سيقتلني إذا فجرت تلك القنبلة. لقد قلت لك لا يمكنني أن أخالف أوامر معلمتي أبدا. أطع أوامري أنا. اقفزوا من الطائرة حالا. لكن عميلهم أتلف المظلات. لقد اقتربت من طائرتهم. هل ستستعمل صاروخا أم قنبلة؟ لا يهم، سأدمرها. والآن هيا استعمل أي طريقة مناسبة. بدأوا بمهاجمتنا، ما العمل؟ سوف نعيد لهم القنبلة. كانت ضربة موفقة. ماذا حدث؟ أسمع صوت انفجار. لقد ضربوا الطائرة بالقنبلة. وهل أصبت؟ لا، لكنني لا أستطيع التحكم بالصواريخ الآن. لم ندمر طائرتهم بعد. حاول أن تطير أسفل طائرته. وماذا عنك؟ راقبني وسوف تعلم.
ما زال معلقا بالطائرة. لدي فكرة ممتازة. سأرى إن كان بإمكانك الاحتمال أكثر. لا توجد حركة. أظنه سقط. دخل إلى الطائرة. سأطلق النار عليك. أصيبت. أيها الأرنب، لماذا لا تجيب؟ أيها الأرنب، هل تسمعني؟ حول. ألا تستطيع إصلاحها؟ لا يمكن إصلاحها إطلاقاً. هل تعني بأننا سوف نهبط الآن؟ لا أستطيع التحكم بالطائرة، فكيف تريدني أن أهبط؟ وما العمل؟ يجب أن نغني أغنية لرفع معنويات النمر. فكرة لنغني من أجل رفع معنوياتنا ومعنويات النمر. نفرح نمرح ونغني كي نقضي أحلى الأوقات، نعمل دوما ضد الشر ونحارب أعداء الخير. نفرح اعترف، لماذا تريدون القضاء علينا؟ إننا سوف نقضي عليكم لأنكم جذبتم انتباه الناس إليكم كثيرا بعدما أصبحتم نجوما مشهورين. إذا لماذا لا نجري مسابقة عادلة بيننا؟ وما نفعله الآن، ألا تعتبرونه مسابقة أيها التنين؟ أكره التنافس بهذه الطريقة، لكنني لست خائفا، فالحق سينتصر في النهاية. أنت بالفعل مغرور أيها التنين، أرينا قوتك الآن إن استطعت، فأنا أتحداك. في الوقت المناسب سترى قوتي الحقيقية، لكن أخبرني أولا، هل هذا الحاسوب الآلي لك أيها العميل السري؟ نعم إنه لي، وهو من أحدث الأنواع. وما كلمة السر الخاصة بتشغيله؟ كلمة السر من أسرار العميل السري. وأنت لا تريدني أن أطلع على أسرارك؟ إنني لا أستطيع إطلاقا أن أطلعك في الوقت الحاضر، آسف. وما رأيك بأنني أعرف كلمة السر الخاصة بتشغيله؟ لا أعتقد أنك تعرفها أيها التنين. كلمة السر هي بي 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 بي. غير معقول، أنت عبقري. لست عبقريا، أنا فقط أردت تذكيرك بألا تستهين بخصمك. هل تريدني أن أسلم حاسوبك لمعلمك الشرير؟ ها؟ لا أرجوك لا تفعل ذلك، أرجوك. فلو علم بأنني أبحث عن خليفة له ماذا سيحدث لي؟ وهل ستتعاون معي لإطلاق سراح أصدقائي إذن؟ إن هذا من دواعي سروري، ومتى تريد أن تطلق سراحي؟ سأبقيك مقيدا لبضع ساعات، أريدك أن تعاني قليلا قبل الحرية. بعد 3 أيام انتظرني في الميناء وأعدك أن أطلق سراح أصدقائك. موافق، والآن سأخذك إلى صديقك المحارب. الوقود سينفد، سأحاول أن أهبط وبأي طريقة. انظر على الأسفل، لا يوجد بحر تحتنا لنهبط فوقه، لا يوجد تحتنا سوى الرمال. يا صديقي لنغلق أعيننا وندعو الله أن يسلمنا. محق، لابد أن أنجح، لن أستسلم، لن أستسلم، سأفعل كل ما بوسعي من أجلنا جميعا. Oh!
نمر على ما يرام. اطمئنوا فالنمر بسبع أرواح. النجدة النجدة أيها المحارب، أخرجوني. من المؤكد أنك قد جنيت. أخرجوني من هنا. اصمت يا أخلق، فلا تزال أمامنا فرصة للهرب. لقد ارتكب التنين غلطة كبيرة. كيف؟ قل لي. لقد أغلق علينا في غرفة واحدة ولم يفكر أننا نستطيع تحرير بعضنا من هذه الحبال. رائع. وإذا فك وثاقي. هيا حالا. انتظر هنا أيها المحارب، المعلم يريد أن يتحدث إلى العميل السري على انفراد. أهلا، هل يوجد شيء جديد يجب أن أعرفه؟ في الحقيقة يوجد معي حاسوب آلي مبرمج فيه معلومات محظور علي أن أحتفظ بها. وسقط بين يدي التنين. صحيح، وقد سجننا أنا والمحارب. أكمل. وقد وعدته أن أطلق سراح أصدقائه. وصدقك؟ لا يا معلمي، ولكنه لحق بي إلى هنا وسيدخل من الطريق المائي إلى قاعدتنا، وأنا متأكد أنه سيصل إلى هنا وبأقرب فرصة. أصبح أداؤك بغاية السوء، حسابك سيكون عسيرا. لكنني خادمك المطيع أيها المعلم. سأعطيك فرصة أخيرة. أنا ممتن لك. يملكها قيمة؟ أجل، إنها قيمة جدا، وإذا حصلنا عليها فسوف نصبح أثرياء. هذا يعني أننا سنربح هذه الجولة. بالتأكيد سنربحها. قف مكانك. هيا تحرك. لا أصدق، أنسيت أنني أعرف أسرارك؟ لقد اعتذرت لمعلمي أيها التنين وسامحني على كل شيء، فليس هناك سر تستطيع أن تهددني به بعد الآن. كما أنني أعلم أنك تملك كرة طاقتها هائلة، فإذا لم تسلمها لي سأجعل المحارب يقضي عليك في الحال. في الحال؟ ها هي. تضحك وأنت نائم؟ بماذا كنت تحلم؟ حلمت أننا تغلبنا على الأشرار وأننا كنا مجتمعين معا. إنه التنين. تبدو بحالة سيئة. لا تقلق علي، أنا بخير. المهم أنني وصلت إلى هنا، صح؟ نعم.
نعرف أنك شجاع ولم نخف عليك، ولكن أخبراني أين أصدقاؤنا الآخرون؟ لقد تشتتنا جميعا وأصبح من الصعب علينا أن نجد بعضنا البعض. وأين النمر والأرنب والقرد والكلب؟ حدثت مشكلة في طائرتهم وسقطت ولا نعرف أين هم. ليس لدينا أمل في الهروب إذن. أيها التنين، أين الكرة الخضراء؟ هي اكتشف العميل السري أمرها، فأعطيته الكرة المزيفة واحتفظت بالحقيقية. أيها التنين الصغير، صغر حجمك أكثر وفك قيودنا. الآن سنتغلب عليهم ونقضي عليهم جميعا. جيد، والآن اذهب وابحث عن أصدقائنا الآخرين. هذه الكرة مزيفة. ماذا؟ حاول مرة أخرى، هناك خطأ ما. أبدا. يا إلهي، أنا أكره البضاعات المزيفة، لا يمكن أن أصدق عيني. إنها تشبه الحقيقية، ويستطيع أن يبيع عددا كبيرا من هذه الكرات المزيفة وأن يصبح ثريا. هذا لن يفيدنا. أيها العامل السري، الكرة التي حصلت عليها من التنين كانت مزيفة. أين هو التنين الصغير يا ترى؟ تأخر. لا تتحركوا. أيها التنين، أعطني الكرة الحقيقية وإلا قتلتك بسرعة. يجب أن أشكركم لأنكم ساعدتموني في الحفاظ على لياقتي. التنين الصغير يعزف جيدا. حسنا، استمعا إلى ما يقوله لي التنين الصغير. يقول إنه بحث في القاعدة لكنه لم يعثر على أصدقائنا. وماذا بعد؟ يقول إن المسرب الأيسر آمن. هيا بنا. هيا.
هذا المكان وما الذي أتى بهذا الخزان الكبير إلى هنا؟ لابد أنه إعلان تلفزيوني، فكما تعرف إنهم يبالغون كثيرا في الإعلانات. لحظة، كفى عن المزاح، إنني مندهش كيف لم يلحق بنا أحد حتى الآن. أتعتقد أن خزان الماء هذا سيعيق طريقنا؟ بالتأكيد لا، سأقوم بتفحصه وأرجو أن نظل سالمين. من المؤكد أنهم لم يتوقعوا أن نغرقهم بخزان الماء هذا، لقد فاجأناهم بذلك. اذهبا للإمساك بهم الآن. وستكافئيننا بعد أن نمسك بهم؟ بالطبع، وسأخبر المعلم عن تسانيكما وإخلاصكما في العمل. أنا واثق من كرامك يا معلمة. أهلا وسهلا بكم. تعد من هنا. أغلقي باب الكافي بسرعة. ماذا؟ لقد سرقوا قاربنا وهربوا. افعلي شيئا. فجريهم بالقنابل في الحال. هل سيتأثر مظهري؟ لا تسألي أسئلة سخيفة كهذه. لا تفجري شيئا، انسي ما طلبته منك. إن لم أفعل سيهربون منا. بل لقد هربوا وابتعدوا عنا. هكذا، إذن لن تنال المكافأة. هذا وقت المكافآت، ماذا سنقول للمعلم الآن؟ هل ما زلنا في قاعدة الأعداء؟ اطمئن، هربنا من القاعدة ونحن الآن بأمان. ألم تفقد وعيك؟ فقدت وعي، لكن التنين الصغير أيقظني في الوقت المناسب. وماذا سنفعل؟ المهم أننا نجونا من الأشرار، والآن سنبدأ بالبحث عن أصدقائنا. نعم، لابد من البحث عن أصدقائنا. هيا هيا. تعبنا. انظروا هناك، أهو سراب؟ لا، بل هي مدينة حقيقية. وكيف توجد مدينة كهذه هنا؟ دعنا ندخل ونكتشف، فربما تكون مدينة جديدة. هيا بنا الآن. وصلنا. سنرتاح قليلا بهذا المكان. اهلا بكم. هذا فندق؟ انه الفندق الوحيد في مدينة الحرب، واسمه فندق الحرب. لديكم غرفة لنا؟ نعم، آخر غرفة في الطابق 77. دمر المصعد أثناء الحرب، سنصعد إلى الغرفة بالطائرة المروحية. تمسكوا جيدا.
انتبهوا، حسب قانون مدينة الحرب في تمام الساعة 6 مساء يتوجب على الجميع أن يشاركوا بالحرب. من سنحارب؟ من تشاء، المهم أن تشارك بالحرب لأن السلام مخالفة للقانون هنا. السلام مخالفة للقانون؟ أجل، ولهذا السبب سميت هذه المدينة بمدينة الحرب. وصل إشعار بأن هناك من يتصل على هاتف التنين. المكان؟ مدينة الحرب، إنهم أصدقائه الضائعون. المحقق القط 003 سيعتني بهم. لكن أخبرني أولا، هل يستطيع التغلب عليهم؟ سيفعل. كيف حال الجندي الأشقر الآن؟ عالجه الدكتور، إنه في فترة نقاهة الآن. أيتها المعلمة، مريه أن يذهب إلى مدينة الحرب في الحال وأن يأخذ معه المحارب. ألأنك تشك بقدراته؟ بل لكي نتأكد من القضاء على تلك الفرقة الموسيقية. أخبرني، هل من مجيب؟ لا، أنا خائف. الأرنب والكلب والقرد هنا، أهلا بكم. إنهم محبو السلام وينشرون السلام في كل مكان. بما أنكم لم تحاربوا معنا في الموعد المحدد فأنتم مخالفون للقانون وسوف تتعرضون لعقوبة السجن حسب التعليمات. الأرانب معروفة بعدم تمالك أعصابها في حالات الخطر. أيها القرد، أهرب بسرعة. هرب القرد إلى الطابق السفلي. أين اختفى ذلك القرد المشاكس؟ هل أمسكتم به؟ لا، ضع الاثنين في الطائرة المروحية واقفل الباب جيدا ولا تترك مخرجا للقرد أبدا. اصعد إلى الطائرة هيا. أهلاً، يا لك من قرد متميز. أيها المساعد، لم أمرك بالإقلاع بعد. ليس لدي وقت للرد عليك، وداعا. أطلق الصواريخ، هيا أسقط طائرة محبي السلام بسرعة. Thank you.
قادم باتجاهنا. أنا أخرج بالمظلات. هذا ليس حلا. انظرا، توجد طائرة مروحية، إنها قادمة لإعاقتنا. سنحاول الصاروخ باتجاهها. أمتأكد؟ إني أستخدم ذكائي فقط في حالات طارئة كهذه. انتبهي. أيها الغبي، لماذا وجهت الصاروخ نحو طائرتنا بدلا من توجيهه نحوهم؟ أنا آسف، لقد أطلقت الصاروخ على طائرة محبي السلام ولم أتوقع إصابة طائرتكم. أين حذائي؟ وجدته. أشكرك. أين الجندي الأشقر؟ لقد اختطفه الأرنب وأصدقاؤه. أنت متأكد أنهم اختطفوه؟ أجل، اسأل المحاربة إذا لم تصدقني. هذا ممتاز، والآن سنذهب إلى القاعدة حالا. أنت سعيد والجندي الأشقر مختطف؟ لأنه أفشل علي خططي في القضاء على الفرقة الموسيقية. الوقود سينفد، لذا هبطت هنا. قل لنا أيها الأشقر، لماذا تكره السلام لهذه الدرجة؟ إذا كان الكل مسالما فلا سبب للحياة لدي. لماذا؟ لأنني وجدت لأكون عنيفا، فشكلي وطبيعتي يدلان على أنني شخص عنيف. لما أنت حزين؟ لأنني سجين في هذه الطائرة معكم. وهل هذا يجعلك حزينا هكذا؟ أين أجد الوقود؟ في مدينة الحرب. يجب أن أعود فورا للبحث عن الوقود لنتمكن من الخروج من هنا. لكن هذا خطير. بل هذه فرصة جيدة لأثبت فيها ذكائي. قل لي يا 003، هل جهزت الصاروخ؟ أجل يا 008، وقد بقي علي معرفة موقعهم على وجه الدقة. إذا تتبعنا موجات الإرسال المنبعثة من هاتف الجندي الأشقر، عندها نستطيع تحديد موقعهم. فكرة ممتازة فعلا، سأتصل به حالا. هناك مكالمة. هل أنت الجندي الأشقر؟ ومن أنت؟ أنا المعلمة مي، المسؤولة عن الجندي الأشقر. من المتكلم؟ القرد أم الأرنب؟ بل القرد، ولكني أتساءل لماذا فتاة بهذا الصوت الجميل تتعرف على شخص عنيف كالجندي الأشقر؟ هل تعتقد أن صوتي جميل حقا؟ نعم، ولكنه أجمل من تصرفاتك. وهل أصلح للغناء؟ لا أعلم، لم أسمعك تغنين من قبل. إذن سأغني أغنيتكم، أتود سماعي؟ أتغنين أغنيتنا؟ طبعا، إنها أغنية مشهورة جدا. أصغي إلي، نفرح نمرح ونغني كي نقضي أحلى الأوقات. كفى، يجب أن نذهب الآن. نحن بقربك. ولماذا؟ لقد شاهدت مثل هذا الموقف في فيلم، حيث وجدوا موقع أعدائهم من خلال إرسال الهاتف ودمروا موقعهم بالصواريخ. نحن نفتح لكم. صحيح، يستطيعون فعل ذلك. كنت أريد أن أهرب.
أين ذهب الأرنب؟ لقد عاد إلى المدينة للبحث عن وقود للطائرة. أيها العرس، طوقوا محطة الوقود، هناك أرنب يريد سرقة الوقود. لا أستطيع الدخول الآن، سأنتظر حتى موعد الحرب في الساعة السادسة. لا أستطيع الآن أن أرتاح قليلا. لديهم متحف للحروب هنا. لابد أن أصل لأعلى البرج لأتحكم بعقارب الساعة. بالتالي عندما نسمع جرس ساعة البرج، ولكنه يقرأ في الساعة السادسة فقط. نعم، لكنه قد يكون معطلا اليوم. لابد أنه معطل، أرسل شخصا لفحصه. لكن الكل مشغول بالحرب الآن ولا يمكن التوقف. كفى، أصبت قوي جدا. سأذهب أنا إذا. لا لا تذهب، فالوضع خطير جدا في الخارج. أرجوك لا تقلق علي أيها القط. أيها المحارب، كن حذيرا. أنت بخير؟ إنه شجاع. أخبرني فورا، هل اختطفتم الكلب والقرد؟ نعم. أين هما الآن؟ لا أعلم مكانهما. وهل طوقتم محطة الوقود لتهاجموني عندما أصل إليها؟ نعم، لكننا لم نتوقع أن نجدك هنا. وهذا بالطبع يدل على ذكاء الخارق. المحارب ساعة البرج. طالما أن الجرس يقرأ فيجب أن تبدأ الحرب، فلا يهمني إن أصبحت الساعة أم لا. ولكن ماذا حصل للمعلمة ماي؟ لا أحتمل ذلك، أنا منزعج جدا من كثرة إطلاق النار. وأنا أيضا أظنني سأفقد وعي.
مريح. أستطيع أن أستعمله كمنوم. ولا حركة. ألست الأرنب المطلوب؟ لا لا لا، أنا لست الأرنب المطلوب، الأرنب أذكى مني بكثير. أصمت وكفاه راء، أنت لا تقول الحقيقة، لقد رأيت صورتك قبل قليل. أنت من محبي السلام. انظر خلفك. تخدعني؟ لا أحد يستطيع خداعي. هرب مني ذلك الأرنب الجبان. مرحبا. شكرا لك، لقد ساعدتني كثيرا. لا تشكرني الآن، بل اشكرني عندما أسلمك للعدالة. رائع، سأجعل منك الأرنب المطلوب. نجحت بمهمتي.
إنها تمطر، لكن لا يوجد تسريب في السقف. كنت طاردت في النوم فسكبت عليك الماء كي أوقظك من نومك العميق. ولكن أتعلم من أنا؟ أنا العميل السري 008، منذ 3 ليال لم أنم نوما هادئا. أنا آسف لكن لدي خبر مهم لك. لا أريد أن أسمع. إن كان لديك شيء عد بعد 3 أيام. أمسكت لك بالأرنب الهارب، أليس هذا أمرا مهما؟ هل أمسكت بالأرنب؟ إنه مستلق هناك. لقد أحسنت صنعا لحساب من تعمل. أنا رسام. يجب أن تعمل شرطيا، فهذا العمل مناسب جدا لك. إنه فخر لي أن أكون شرطيا. نعم، يجب أن تفتخر حين تسمع المديح من عميل سري. بالطبع أعلم ذلك، لكن إذا سمحت أخبرني ماذا أفعل بالأرنب. أولا أوضعه السجن مع باقي أصدقائي، وعد في الغد لكي نخطط معا من أجل التغلب على التنين. لكني لا أعرف أين يقع السجن. إنه يقع في مدينة الحرب، في شارع الحرب. سأعطيك المفتاح. اذهب اذهب هناك حالا، والآن دعني أعد للنوم. من المدهش أن تجتمعوا ثانية، ألست محقاً؟ ألا تذكر إنه الأرنب؟ لقد سمعت عن ذكائه الكثير، لكني لا أرى أي ذكاء فيه. أمر مضحك. انتظر، سأتفحصها أولا. من السجن أيها العميل 008. ماذا تقول؟ هربوا؟ نعم، فلا يوجد في السجن الآن غير الرسام الفنان. الحق بهم، وسأرسل معك العميل 003، أريدهم أحياء. كما تريد سيدي، في الحال أنت الحق بي، هيا. حسنا. أخذ القرد وقتا طويلا في البحث عن الماء. نمت نوما عميقا واعتقدنا انك لن تستيقظ. ما بك؟ الا تذكرني ايها الارنب؟ ايها الارنب لا تهرب، الى اين انت ذاهب؟ لم يكن سريعا هكذا من قبل. أيها الأرنب أرجوك توقف، لا تهرب، توقف. لا تتحركوا، إذا حاولتم الهرب ثانية فسوف أقتلكم. لا تقلق، لا يمكن أن أترك صديقنا وحده هنا. هذا جيد، يا لكم من أوفياء. طبعا الوفاء من طبعنا. يا رسام قم بتقييدهم.
أنا صديقكم الأرنب، ما كان علي أن أمزح معكما تلك المزحة الثقيلة. صديقنا؟ نعم، لقد دهنت نفسي لأخدعكما، انظرا. ألا أنت يا صديقي العزيز؟ صديقي، أخرجنا من هنا. لا يجب أن أعود إلى مدينة الحرب. لماذا؟ لأن العميل السري يريدني في اجتماع لنفكر بطريقة نتخلص بها من التنين، ويجب أن أعرف الخطة لإنقاذ صديقنا. إذن سنعود معك يا صديقي لكي يثق بك أكثر. بهذه الحالة ستعودني إلى السجن. نريد أن نساعد التنين، ولذلك نقبل أن نعود إلى السجن، ولكن ماذا سنقول لهذين الاثنين؟ ها؟ سينامان لمدة طويلة. رائع. عدت أيها المحارب. أين كنت أيها المحارب؟ ظننتك قد مت. وصلت إلى البرج فهاجمني ذلك الأرنب، لابد أن أنتقم منه. قل لي أين هو. أمسكنا به لكنه هرب مرة أخرى. لقد ذهب الجندي الأشقر والرسام للإمساك بمجموعته، ولكنهما لم يعودا بعد. أخبار جيدة، لقد أمسكنا بالقرد والأرنب والكلب مرة ثانية. ممتاز، ابتعد. هل أنت من فعل هذا؟ أنا. تعجبني فأنت شجاع فعلا. شكرا. أيها العميل، خذ لي صورة تذكارية مع هذا الشجاع البطل. آلة التصوير التي معه ليست الصور التذكارية بل التجسس. من أجل المعلمة ماي أستطيع أن أكسر كل القوانين. هيا بسرعة لكي تبدو اللقطة طبيعية أكثر. انتهيت، هذه اللحظات ستكون تاريخية بالنسبة لك أيها الرسام. هذا شرف عظيم، أنا فخور بنفسي. أنت لطيف. لكن أين الجندي الأشقر؟ لقد أصيب في رأسي أثناء العراق وهو في المستشفى الآن. مسكين، سنصرف له مكافأة. أيها المحقق 003، أيها المحارب، خذ هؤلاء إلى السجن، سأتحدث مع بطلنا الرسام بموضوع خطتنا. سنعقد محاكمة مفتوحة للكلب والقرد والأرنب على الهواء مباشرة لنسود سمعتهم ونجعل التنين يأتي لإنقاذهم. أحسنت، وهكذا نستطيع مهاجمتهم والقضاء عليهم جميعا. خطة ذكية ومحكمة وأنا أشهد. لكن هل تعرف من سيكون قاضي المحكمة؟ كوني أنت القاضي، ستصبحين مشهورة جدا. لا، أريد أن أكون محامي الدفاع، سأصبح مشهورة. سنجعل المحارب هو القاضي. إذن وهل يشبه القاضي؟ إذا جلس على مقعد القاضي سيشبه القاضي. وصلني خبر الآن أن القرد والأرنب والكلب قبض عليهم في مدينة الحرب وسيحاكمون. خذ، عندما تضع هذا الشعر المستعار فإنك ستشبه القاضي. شكرا لك معلمتي. سيدي القاضي يفتتح الجلسة. والآن أدخلوا المدعى عليهم.
فليتفضل المدعي العام. إنني أدعي على المتهمين بجريمة الغش. وماذا تقصد بالغش؟ أقصد أنه عندما تم اختيار أعضاء الفرقة هذه كان من المفروض أن يكون القط أحد أفرادها، لكن الفأر استغل فرصة نوم القط وأخذ مكانه، ولهذا السبب سيد القاضي فالقط ليس من أفراد الفرقة. أعترض أيها القاضي، استعمال القصص الخرافية كأدلة غير مسموح به في المحكمة. اعتراض مقبول، الخرافات لا تصلح كأدلة في المحكمة. الأرنب والكلب والقرد قد خالفوا قانون مدينة الحرب لأنهم محبون للسلام ولم يشاركوا بحرب الساعة السادسة مساء حسب القانون. هذه الشكوى صحيحة لا غبار عليها، ما هو ردكم؟ كل أفراد الفرقة محبون للسلام ونعتقد أن حب السلام ليس جريمة، ونعتقد أن السلام يجب أن ينتشر في العالم. والآن دور محامي الدفاع. لا أعترض على ما قالوه، لكنني أعتقد أن حياتهم حافلة بالعنف. لقد قام الأرنب بجرح الجندي الأشقر وجرحك أنت أيضا أيها القاضي. أنا أشهد وأضيف أن الأرنب قد أخذني على حين غرة. إذا ما هو حكمك العادل على العنف الذي صدر منهم أيها القاضي؟ أصدر حكمك عليهم وأنت بنفسك تشهد على عنفهم. بعد الاطلاع على الأدلة والمداولة والمشاورات، ترى المحكمة أنهم مذنبون بجريمة العنف من الدرجة الأولى، وبما أنهم هاجموني وهاجموا الجندي الأشقر تحكم المحكمة عليهم بالسجن 300 سنة. هذا حكم غير عادل وأنا لا أعترف بأي ذنب. حضرة القاضي، القرد لديه وجهة نظر بما أنه يعتقد أنه بريء، إذا لنخفف عنه الحكم. سأخفف من سنوات العقوبة 50 سنة من أجلك يا محامي الدفاع. لا أنا أعترض، لا أسمع بذلك. اعتراضك مرفوض، فقرار محكمة مدينة الحرب لا يتغير. انتهت الجلسة. أين تقع مدينة الحرب؟ تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من الصحراء. أعتقد أن بث المحاكم على التلفاز كان خدعة ليمسك بنا. لقد تحسنت قدراتك الذهنية فعلا. أريد أن أساعدهم وأريد أن أذهب إلى مدينة الحرب في الحال، ما رأيك؟ سأذهب معك. لا يجب أن تذهب هكذا، ففي ذلك خطورة. لدي خطة، استمعا. أنا مستغربة جدا أيها العميل السري، لماذا لم يقعوا في الفخ حتى الآن؟ أيتها المعلمة مي، إن التنين وأصدقائه أذكى من ذلك، يجب علينا الصبر. أنا العميل السري. أهلا يا معلمي. حاضر حاضر، إنه المعلم، لقد قال لي بأن التنين سوف يجعلنا ننتظر هنا في مدينة الحرب مؤقتا بينما هو يهاجم قاعدتنا. ما يقوله المعلم صحيح 100%، إن التنين ذكي جدا. لن نأخذ السجناء معنا، أحرصهم، أنا أثق بك. أشكرك فعلا على ثقتك بي. تولى أمرهم إذن. إلى اللقاء. إلى اللقاء. انتظرتك لمدة طويلة. إنك ممثل جيد أيها العميل السري. أيتها المعلمة مي، هل أعجبتك خطتي العبقرية؟ خطة ذكية. أيها الأرنب، إنك فعلا ممثل جيد، ولولا وجود كاميرتي هذه التي تصور حقائق مظاهر الناس لما كنت اكتشفت أنك الأرنب. هذه فكرة المعلمة، هي من اقترحت عليك أن تصور الأرنب. هذا صحيح. ألا تستطيع الانتظار قليلا لأحظى بتوقيع من؟ إنه لا يرقى لمستوى أن يوقع لك. أنتم لا تفهمون قيمة الأبطال كما أفهمها أنا. نحن ننتظر منذ يومين ولم نرى أي طائرة قادمة من مدينة الحرب. لا تقلق، إذا لم نذهب إليهم سيعتقدون أننا نركز على قاعدتهم وليس على مدينة الحرب. علينا التحلي بالصبر، هذا إذا أردت أن نهزمهم. فرصة جيدة لكي أتعلم كيف أكون صبورا. لكن
الصبر وحده لن يهزمهم، بل نحتاج للذكاء. كلامي واضح؟ لقد سمعت صوتا. طائرة. قد تكون أتية من مدينة الحرب. نعتمد علي. سأفعل ما بوسعي. لله خرجنا من مدينة الحرب، لن نسمع صوت إطلاق النار بعد اليوم. قال المعلم يجب أن ننتظر الدكتور ليتفحص الطائرة قبل الإقلاع ويتأكد من جاهزيتها. لما؟ أيعتقد المعلم أن هناك قنبلة على متن الطائرة؟ إذا كانت هناك قنبلة يجب أن نخرج من الطائرة ثم تبحثون عنها. اصمت، فهذه أوامر المعلم. مرحبا يا زملاء. أحضرت آليا للبحث عن القنبلة؟ لا، سنبحث عن أشياء أنا نحبها وسيخلصنا منها. خرطوم لتنظيف الغبار؟ لا، ليس لتنظيف الغبار، إنه لأمننا وأمان قاعدتنا. أيتها المعلمة مي، وسوف يساعدنا في مهمات كثيرة. دكتور، هل يمكن أن أساعد في البحث؟ بالتأكيد. مبروك أيتها المعلمة، لقد وجدت شيئا لا نحب وجوده، لقد شفطته هذه الآلة. ما هو هذا الشيء؟ إنه التنين الصغير الذي يستطيع أن ينكمش ويصغر حجمه. يجب أن نخبر المعلمة على الفور. إن المعلمة خارج البلاد، لقد سافر لحضور اجتماع طارئ. تعالي بفضلك. ممتاز، وجدنا على جسمك شيء. وهل وجدتم شيئا جديدا أيها الدكتور؟ بالتأكيد. سوف أذهب للبحث عنه. دور حسنا. افتح يا سمسم. هل المعلومات التي يحتويها هذا الحاسوب مهمة؟ وهل توجد فيه معلومات مهمة عن معلمينا؟ نعم، لما كان العميل السري يجمع المعلومات عنه؟ هذا عمله، هل تستطيع أن تطلعني على المعلومات التي أمامك؟ إذا أخبرتك بها هل تطلق سراحي؟ سوف أفعل. أخشى أن أخبرك بها ولا تثب وعدك لي. اسمع أيها الصغير، إذا لم تخبرني بها فسأجعل الرجل الآلي يعذبك بقسوة. بأن هذا الرجل الآلي يسحب الأشياء التي لا تحبها وتريد أن تتخلص منها، ولا أعتقد بأنك ترغب بالتخلص مني الآن. أنت ذكي فعلا. شكرا على الإطراء. الغاز لن يدخل هكذا. تريد حاسوبك؟ افتح الغطاء إذن. لن تفلت مني أيها الصغير التافه.
سأخرجك. أنت هنا؟ سأريك. أدير قوتكم الآن. دهر آخر. أيها التنين استيقظ كما كنت أقصد. لا تخافي لا تخافي. إذا ساعدتني لن أؤذيك وسأكون ممتنة لك. موافقة، وكيف أساعدك؟ أريد منشطا. لماذا؟ لأوقذ التنين فهو غائب عن الوعي. اتبعني. ها هو، تفضل. أنا آسف حقا أيها التنين العزيز. أنا بخير. لنأخذ الدكتور المحترم معنا، ربما نحتاج إليه. يا إلهي، أين ستأخذان الدكتور؟ أين؟ مع أن العضوة فارغة لكنها غابت عن الوعي من الخوف. تعثرت وفقدت وعي. هرب التنين والتنين الصغير وخطف الدكتور معهما. لا تقلقي أيتها المعلمة مي، لن يستطيعا الهرب من هنا. سأقبض عليهما. ها هما سيهربان بالطائرة، الحق بهما أرجوك. لن نستطيع اللحاق بهما الآن، سنطلق عليهما الصواريخ بعد أن يقلعا. بطريقتك ستقتل الدكتور. لا يهم، المهم أن نقضي على التنين والصغير. انت علينا.
ما هذا زلزال؟ مخطئ، صاروخنا ارتد علينا. ماذا؟ كيف يحدث هذا؟ الأشياء المستحيلة للأسف تصادفنا دوما. أظن أن هناك خطأ في توجيه الصاروخ، سأستدعي الدكتور لإصلاح الخطأ. الدكتور لن يصلح لكما شيئا، إنه مفقود. المعلم. هل أنت الدكتور المخترع؟ نعم. قل لي، أين سجنتم أصدقائنا؟ لا أعرف، لكن إذا عرضتم على المعلم أن يبادلني بأصدقائكم فإنه سيوافق بالتأكيد. سأفكر بهذا، لكن قل لي ما هي الأسرار المخبأة في فيلم معلمك؟ فيلم؟ نعم، ألا تعلم أنه يخبئ أسراره في فيلم؟ إنها أسرار معلمي، كيف يمكنني أن أعلم بها؟ لدي معلومة في حاسوب العميل السري، تقول إنك تعرف هذا السر. لا أعلم. تقول لا تعلم؟ لا. اسمع جيدا، إن لم تقل الحقيقة سأحطم رأسك. لن تستطيع، فأنت محب للسلام، ولا أصدق أنك ستحطم رأسي. دعه لي، سأتصرف، سأعزف له على البوق. هل تعرف معنى الإشارة؟ إنها إشارة النصر. هذا صحيح، إشارة النصر، وقد عرضتها عليك لأثبت لك أننا لا نهتم بهذا السر، فنحن متأكدون من النصر إن شاء الله. أيها المعلم، الدكتور مهم جدا بالنسبة لنا، وسنستبدله بصديقهم الديك. نعم، وإذا لم يقبلوا باستبداله فإنني سوف أقوم بقتله ودفن سره معه إلى الأبد أيها المعلم. مستحيل، سنحافظ على سلامته، فهو يصنع لي مساحيق التجميل. لابد أن ننجح بعملية المبادلة. سيلتزمون بعملية المبادلة، متأكد أنهم سيفعلون. فهم يخشونك بلا ريب. قل لي، هل انتهيت من صنع المحلول الكاذب؟ انتهيت، لكنني أشك بأن المواصفات المكتوبة في حاسوب العميل السري صحيحة. دعني أجربه إذن. تمهل، أنا سأجربه. أنا الذي سأذهب إلى المعلم الشرير، لذلك فأنا من سيجربه أولا. ومن قال أنك ستذهب؟ إن طعم هذا السائل لطيف جدا. يجب أن نشرب هذا المحلول أيضا لكي نعرف مدى تأثيرهما معا حتى نحكم على النتيجة. حاضر. الآن ما الأمر؟ بماذا تشعر؟ أخبرنا. أنا أصابك يا صديقي. هيا ساعدني أيها الفأر. ما الحل؟ لا نستطيع أن نمسكه هكذا للأبد. هناك خطأ في مكونات المحلول التي كتبها العميل السري. اذهب واسأل الدكتور بمعلومات العميل السري من عنده. ما رأيك أن ندعه يذهب ويأخذ المكونات الصحيحة للمحلول من الدكتور؟ كيف أجعله يذهب؟ ألا ترى أنه فقد صوابه؟ فرصتنا الوحيدة لنجعل الدكتور العنيد يكشف السر لنا. حظا طيبا.
ماذا تريد مني؟ ماذا حدث هناك؟ أنت محب للسلام. لقد شرب محلولا لا نعرف مكوناته وهو ليس مسؤولا عن أفعاله. سأحملكم المسؤولية كاملة. أنت فقط تستطيع أن تساعد نفسك وتساعد لأنك تعرف المعادلة الصحيحة. أيها التنين انقذني. تعال افتحها، لم انتهي منه بعد. يجب ان تكون حذرا منه، لذا يجب عليك ان تعطينا المعادلة الصحيحة للمحلول وسر معلمك الشرير. استطيع ان اعطيك المعادلة الصحيحة فقط. ادخل الدكتور الى الغرفة حالا ايها التنين. نعم لحظة، اريد فنجان قهوة. طبعا فنحن كرماء. هيا استيقظ. هل تعرف ماذا حدث؟ لقد نجحنا. ولكن قل لي، ما الذي فعلته؟ عندما شربت المحلول فقدت صوابك ووضعناك عند الدكتور المبتلع. واستغليت نوبة جنوني لإقناع الدكتور. لقنته درسا لن ينساه. هذا رائع، أنا فخور جدا بنفس الآن. طبعا، وسأذهب إلى قاعدة الأشرار لإنقاذ أصدقائنا كما خططنا. أنا من يجب أن يذهب أيضا. لا أرجوك، بل أعطني فرصة لأساعد. لقد أتى الفأر لمناقشة مسألة تبادل الأسرى. دعه يدخل. سمعت أنك تعزف على البوق بشكل ممتاز، أسمعنا شيئا ما. أتيت إلى هنا لتبادل الأسرى وليس لأعزف لك. تريد مبادلة كل أصدقائك بالدكتور؟ نعم. هل هذا عدل؟ الأمر ليس بالعدد بل بالمبدأ. مبدأنا واحد مقابل واحد. إن لم تطلقوا سراح أصدقائنا فلن نسلمكم الدكتور. فشلت مهمتك أيها الفأر. لا لم أفشل، ألم تسمعه حين طلب مني أن أعزف له معزوفة على البوق؟ والآن سأعزف لكم معزوفة التصميم على النصر وعدم الاستسلام، ما رأيك باقتراحي؟ دعني أسمعها إذن أيها الفأر. أخطأ، كان يجب أن تعزف معزوفة جنت على نفسها براقش. أمسك بها رجاء. إنه في حالة نوم كامل، أنا متأكد أن محلول الكذب فعل فعله. أيها الفأر اسمعني، أنا التنين. قد فشلت مهمتي، لا يريدون المبادلة. قل وماذا علينا أن نفعل الآن؟ سوف نهاجمهم بالصواريخ، ألم نتفق على هذا الآن؟ ولكن قاعدتهم قوية جدا أيها الفأر. حتى لو كانت كذلك ليس أمامنا خيار آخر، علينا مهاجمتهم. ممتاز، سنبقي على خطتنا القديمة. حاضر. هل أنت متأكد أن محلول الكذب فعال؟ وجدناه في مختبر الدكتور ولن يكون هناك خطأ إطلاقا. هيا يا معلمي مرنا بتدميرهم. ما رأيك أيها العميل السري؟ إننا سوف نسخر كل قواتنا من أجل تدميرهم والقضاء عليهم.
أي عام صنعت هذه الأسلحة؟ إنها من الحرب العالمية الثانية وهي قوية جدا. هل أنت متأكد من فعاليتها؟ تبدو قديمة. اطمئني يا معلمتي، بهذه الطائرات سوف نخطي عليهم وبسرعة فائقة. أصوات القنابل تشير إلى نجاح الفأر. ممتاز، يفترض به الآن أن يحصل على الفيلم من المعلم. سينجح إن شاء الله. توقف عن التمثيل. أعرف أنك شربت محلولا سريا قبل وصولك، وليس لمحلول الكذب تأثير عليك. إذا لم تتوقف عن التمثيل الآن سوف أطلق النار عليك فورا. تظاهرت أمام المعلم بأنني صدقتك لأنني أريد الاستفادة منك، فالمعلم أرسل طائرات للهجوم على الموقع الخطأ. يا لك من جريء، تريد سرقة أسرار معلمك؟ أعلم أنك أخذت كلمة السر للحصول على الشريط من الدكتور، وأريدك أن تعطيني السر الآن. وكيف تستطيع أن تساعدني إذا أعطيتك هذا السر؟ عندما أسيطر على العالم سأعينك رئيسا لوزرائي. يا لك من كريم، وأنا موافق على المنصب. غريب، لماذا تصوب المسدس نحو رئيس وزرائك؟ أعرف أن التنين الصغير ما زال مختبئا معك، أعطني إياه الآن. وكيف عرفت أن التنين الصغير معي؟ كيف سيتركك التنين وحدك تواجه الخطر؟ لكن أين ستضعه؟ لا تقلق يا صغيري، أعرف كيف أهتم به. إنه هنا. والآن هنا. سر أمامي. أعتقد أنني أتيت هنا من قبل. لن أخدعك، اتبعني. هيا بسرعة. ماذا؟
لقد أعدت تصميم هذه بنفسي. انظر. احذر، كيف نستطيع التغلب عليها؟ سوف نستعمل الصواريخ في مهاجمتها ونقتلها. سيعرف معلمك بأنك خدعته. وما العمل إذن؟ اعتمد على أفكاري. سمكة القرش قادمة. يا إلهي، إنها سوف تبتلع غواصتنا. هذا ما أريده بالضبط، أن تبتلعنا. علقنا أيها الفأر، ستهضمنا معدة القرش قريبا. تولى القيادة مكاني وأخرجنا من هذا المأزق، وإلا فجرت دماغه. إن فجرت دماغي، ألم تفكر أن القرش سيبتلعك أنت أيضا؟ وماذا يجب علينا أن نفعل الآن؟ يجب على أحدنا أن يذهب إلى قلب القرش ويقوم بتجميده، ثم سنقود الغواصة إلى الخارج عبر فمه وينتهي الأمر. لا نستطيع إرسال أحد غيرك. إذن أعطني سلاحك وسأقوم بتجميد قلب القرش. إنني لا أسمع أي صوت. ما الذي يخطط له؟ ماذا يريد أن يفعل؟ أهلا سلاحي العزيز. كيف تستقبل رئيس وزرائك هكذا؟ آسف يا رئيس وزرائي، لكنني لا أستطيع أن أثق بشخص معه سلاح، ولكن أعد أنني سوف أعودك عندما ننتهي يا عزيزي. علينا أن نخرج الآن. لقد وصلنا إلى القصر مشيا. لقد أعطاني الدكتور المفتاح المنسي. أتعرف كلمة السر لتشغيله؟ لو كنت أعرف لما أحضرتك معي. أقترح عليك أن تتراجع إلى الخلف قليلا. لماذا؟ إذا أخطأت في كلمة السر سينفجر المكان. إذا لم تخف أنت فلماذا أخاف أنا؟ لا أتذكر آخر رقم. وكيف نسيته؟ هو 4 أم 8. أخشى أن ينفجر المكان. شيء مهم كهذا يجب أن تتذكره جيدا. أنت سبب، لقد نسيت الرقم لأنك ضربتني على رأسي. كنت أتذكره جيدا. لا تخادع أيها الفأر، إنك تتذكر الرقم تماما. هناك فرق بين التذكر والتجربة. لا تجرب، هيا تذكر، هل هو 4 أم 8؟ لا أستطيع أن أتذكر، لنجرب. وماذا سوف تجرب؟ 4. أهو الخيار الأخير؟ لا، ربما سأختار 8. حظك. لا لا لا، انتظر، اكبس 4، حظك أفضل من حظي. لا لا، ستدمر كل شيء. حظي أفضل من حظك فعلا. رائع، يجب أن تكون حذرا لكي لا تنبه الرجال الآليين. هذا الجهاز آمن، لن يتحرك شيء. ما أجمل هذا الاختراع العجيب. لما
لماذا تصوب سلاحك نحو رئيس وزرائك مرة أخرى؟ لأنك تشكل خطرا كبيرا علي. تريد نقض العهد؟ هذا صحيح، وسأتخلص منك الآن. ماذا حدث؟ لقد تعطل مسدسي. كنت أعرف أنك ستتخلص مني عندما تحصل على سلاحك أيها الغدار. لذلك وبعد أن شمدت قلب القرش قمت بتعطيل سلاحك كما شاهدت بعينك. لا أحتاج لسلاح للتخلص من فأر صغير تافه. إذن هيا نجري قتالا عادلا. لا أصدق أنني لا أستطيع هزيمة فأر ضئيل. أخفي عليك. سأنال منك. حانت نهايتكم. أيها التنين الصغير، سأعيدك إلى حالتك عندما نعود. أيها التنين، سنقيم احتفالا، لقد حصلت على السر. الحمد لله، هذه مناسبة تستحق الاحتفال فعلا. لقد عاد، وعاد بطائرة الأشرار أيضا. هيا نستقبل. أهلا بك أيها الفأر. أيها الفأر. أهلا بعودتك. أهلا، أهنئك على شجاعتك في إنجاز المهمة. لم يتبقى علينا الآن سوى فتح الغيبة للحصول على كل أسرار المعلم الشرير. معلمي، لقد حان وقت انفجار الحقيبة. ومتى تنفجر؟ عندما يحتفلون بإنجاز المهمة. حان الوقت لنحتفل نحن الآن. اذهبي إلى القصر وأحضر العميل السري. لطالما تمنيت زيارتك. المعلمة ماي، ستنال عقابك. لابد أنك مستعد لمثل هذه اللحظة. كيف تشرأت وخدعت المعلم؟ المعلم سينتهي ويريد أن يعاقبني. أنت لا تعرف مدى ذكاء المعلم، فهو الذي خدعك. ماذا؟ لقد علم المعلم أن محلول الكذب لم يؤثر في الفأر إطلاقا، فاستبدل الشريط الذي في الحقيبة بقنبلة. أرجوك أطلبي من المعلم أن يمنحني فرصة أخرى أيتها المعلمة مي للإمساك بالتنين والفأر. أرجوك. لقد استغنينا عن خدماتك وأرسلنا 003 لإنجاز هذه المهمة. إلى السجن وبئس المصير. الآن جاء دورنا بزيارة قاعدة التنين.
هذه كارثة. أيها الفار، أيها التنين، هيا استيقظوا استيقظوا. أيها التنين، لقد أتى الأشرار. قوية، فصوت رصاصي لا يوقظهم أبدا. قيدهم وسوف أحميك. مع أنهم غايبون عن الوعي إلا أنني أحتاج حمايتك. مع خبرتي بهم أتوقع كل شيء منهم. لا تخف علي، احمي ظهري. لقد قيدتهم جميعا، تستطيع الخروج الآن. سمعت أنك كنت لاعب كرة قدم وقدمك قوية، هل تستطيع ركلهم إلى الطائرة؟ طبعا، وسأريك قوة قدمي. إن جسم التنين مر كان ركله ممتعا. الركلة الأخيرة ستكون أكثر متعة. يجب أن أجرب ذلك ليعرف مدى صحة قولك يا صديقي العزيز. يبدو أن عظامه قوية ولا ينفع للركل. يا لك من غبي أيها القط. ابقى هنا لحراستهم وأنا سأذهب للبحث عن الدكتور. ما كان يجب أن أركله. صفر صفر ثلاثة يتحدث. أيها المحقق، هل تسير الأمور بشكل جيد؟ هل تستطيعين رؤية التنين والفأر والتنين الصغير يا معلمتي؟ نعم، أستطيع رؤيتهم من خلال الكاميرا بكل وضوح. ماذا هناك؟ ما بك؟ لقد أقلحت الطائرة دون طيار. معلمي، أنا لا أفهم شيئا. إنها تعمل بالتحكم عن بعد، سأرسلهم إلى القطب الجنوبي. أعرف هذه الطائرة، طائرة الجندي الأشقر. عدت ثانية أنت؟ أجل، التقينا في الفضاء وها نحن نلتقي على الأرض. لقد جئت في الوقت المناسب، فأنت الوحيد الباقي خارج سجننا أيها النمر. أيها النمر ساعدنا. اسمع، طائرتكم مواجهة عن بعد، سأتي لأنقذكم حالا. هذا كل ما لديك أم أنك ستضيف شيئا؟ لقد قلت كل ما أعرف. النمر معك، أنا على متن الدراجة الطائرة وألحق بكم. لا تلحق بنا، اذهب إلى مدينة الحرب. القرد والأرنب والكلب هناك مسجونون وحياتهم في خطر. ولكن ماذا عنكم؟ نستطيع حل مشكلتنا، سنجد حلا من أجل إلغاء التحكم الآلي بالطائرة. حظا موفقا. ها؟
استيقظتم في الوقت المناسب. الطائرة موجهة بالتحكم عن بعد، سأتعلق بها من الخلف وأرى إن كنت أستطيع توجيهها. الرياح قوية، لا يمكن أن نستسلم، يجب أن نجرب. منحدرا يا صديقي، اطمئن، لن يكون الأمر صعبا. اين نحن الان؟ في القطب الجنوبي، اظن ان المعلم الشرير سيجمدنا. وما العمل الان؟ لا يوجد حلنا ابدا، سنموت هنا. ايها المحقق، لدي فكرة، اذا ساعدتنا في تنفيذها سوف ننجو. ولكن كيف؟ ببساطة اتصل بمعلمك واخبره انك سيطرت علينا ثانية وسوف ينقذك. هذه فكرة جيدة، فك قيدي اولا وساتعاون معكم. تستطيع معاونتنا وانت مقيد؟ لن اتعاون معكم وانا سجين. اذا ستساعدنا وانت حر طليق. هيا ابدأ العمل. شكرا جزيلا لك. لقد أتلفها التنين الصغير. أيها المعلم، أنا معك. أنا المحارب، كل ما بك أيها القط، حول. بعد أن هبطت الطائرة فوق القطب الجنوبي سيطرت على الفأر ومن معه، أرسل طائرة لإنقاذي وبسرعة. إنهما بجانبك ويجبرانك على قول هذا، صح؟ لن يخدعاني. أنا جاد في كلامي أيها المحارب، لقد سيطرت عليهما. أرأيت؟ لقد تخلى أصدقاؤك عنك، ويجب أن نجد طريقة أخرى للخروج من هنا. هل سنمشي على أقدامنا؟ يجب أن تكون إرادتنا قوية، التراجع والاستسلام ليس من صفات فرقتنا. هذا صحيح. أيها المحقق، تستطيع أن تأتي معنا إن أردت. لن أغامر وأمشي من هنا على قدمي، لن أخاطر بحياتي في هذا المكان أبدا. لدي قطعة شوكولاتة، خذ نصفها إذا غيرت رأيك وخرجت. أتمنى أن لا تبقى هنا وتندم. أتمنى لكم السلامة. نبدأ المسير، فالحركة ستدفئنا. وهل أنت متأكد أننا بالاتجاه الصحيح نحو الشمال؟ أنا متأكد أنك لم تكن جيدا في الجغرافيا. وكيف عرفت أنني لم أكن جيدا في الجغرافيا يا فهيم؟ بما أننا في القطب الجنوبي الآن، وبما أننا نتقدم إلى الأمام، إذا لابد أن يكون اتجاهنا نحو الشمال. يا لك من ذكي أيها الفأر. لا تقلقوا يا أصدقائي، ها قد وصلت لإنقاذكم. إنه النمر، وصلت أخيرا. أهلا يا أصدقائي، آسف لتأخري. غريب، شيء غريب يحصل الآن. معلمي، وصلني إشعار أن باب السجن قد فتح، ومن المؤكد أن المحقق 003 أعلمهم عن موقع السجن. أدخلي كلمة سر جرس الساعة. AABBCC.
هيا تحركوا بسرعة. قيادتها ليست سهلة. إذا بقينا هنا سوف يقضون علينا بأسلحتهم. إذا نخرج أنتم وأنا سأبقى هنا لأحميكم من الأعداء. لا ضرورة لفعل هذا، علينا فقط أن ندمر البرج، فإن لم يقرع جرس البرج لن تكون هناك حرب. معك حق، فلندمر البرج. لا مشكلة، وصلنا. معلمي، دمروا برج مدينة الحرب، لن تكون هناك حروب بعد اليوم. لن نجد مثيلا للدكتور، إنه الوحيد الذي يستطيع إصلاح برج الساعة، وما زال أسيرا عند التنين. لكن ماذا سنفعل الآن؟ يجب علينا الآن الاعتماد على معلومات العميل السري. متأكد أنه ما زال لي مكان في قلب المعلم. استطعت أن تصنع منقاضا في ليلة واحدة لإخراجنا من هنا، يا لك من عبقري. ورسمت شعارنا على المنطاد أيضا، يا لك من صديق وفي ومخلص فعلا أيها الأرنب. لم أجد صعوبة في ذلك، فقد استعملت دهان الأرنب الرسام. هيا بنا فلنسرع يا أصدقاء. النمر معك، حول. هل أنقذت الأرنب والقرد والكلب؟ بالتأكيد، كيف الوضع عندك أيها التنين؟ سقطت أنا والتنين الصغير على جزيرة بينما كانت الطائرة تتجه إلى القطب الجنوبي. اذهب وابحث عنه. سنمر عليكم أولا. لا، بذلك تضيع الوقت، اذهب إلى القطب الجنوبي. أما أنا فسأعود إلى الدكتور وأستفسر عن ذلك الشريط السري. بالتوفيق. هيا بنا.
هيا انهض، عندي لك خبر رائع. أيتها المعلمة، هل أتيت لتطمئني على المجرم؟ أرسلني المعلم لأخبرك أنك إذا استطعت إيجاد الدكتور فإنه سيسامحك. إذا اسمحي لي أن أستعمل هاتفك لأشكر معلمنا. أيها العميل السري، كفى غباء، المعلم يعرف أنك تخفي هاتفا نقالا في حذائك. عليك أن تعتذر للمعلم الآن، فقد انكشف أمرك. أريد الاعتذار منك يا معلمي، ولن أخونك مرة أخرى، صدقني هذا وعد مني. سامحتك وأعدت لك كل صلاحياتك. شكرا معلمي، أنا ممتن لك وسأخدمك حتى الموت. أعطني فرصة. كاذب. يا له من متملق. لا أصدق، ما زلت حيا؟ وهل اعتقدت أننا متنا من تفجير الحقيبة المفخخة وأن أصدقائك سيأتون لإنقاذك؟ لا، في الحقيقة توقعت أن تنجو من الانفجار، لذلك رسمت خارطة للموقع الحقيقي، لقد رسمته على هذه الورقة، ها هي. تفضل بالجلوس وأتمعن بها، وإذا كان هناك غموض سألني عنه. ما زلت أذكر بعض الحركات من أيامي في الجيش. إنه عجوز لكنه قوي، أمر مؤكد أنه ذهب ليتصل بالعميل السري وهو لا يعلم أنه يريد الشريط، يجب أن نستغل العميل السري للحصول عليه. اتبعه. انظر بمعلمتي، هناك إشارة قادمة من قرب قاعدة تلك الفرقة. العميل السري. أنا الدكتور، تمكنت من الهرب وأنا بالقرب من قاعدتهم، أرسل طائرة لإنقاذي. امنحني بعض الوقت، أنا قادم إليك. لكن لا تنسى، ما زال بعض منهم في القطب الجنوبي. لقد خططت لذلك الأمر مسبقا، أطلبي من المحارب والأشقر أن يتحرك. في الحال. إنه متجمد، فلنذوبه ليخبرنا عن مكان أصدقائنا. سأصبح لحما مجمدا. انظر. سفينة، هناك سفينة. انظر إلى هذا. زلاجة، كيف تفسر وجودها هنا؟ أظن أن السفينة كانت محملة بالزلاجات. استعمالها أفضل من المشي على الأقدام وأسرع، لكننا نحتاج إلى الطعام. انظر. يا إلهي، بسكويت، نفحات، وبوق صغير. انظر. ما رأيك الآن أن نبحث عن صندوق المعدات؟ حاضر. هذا أسرع من الطائرة، وأنت مصمم رائع. أنت على ما يرام؟ لماذا لم تهبط بالطائرة؟ كيف سنخرج من هذا المكان؟ اطمئن، حتى لا يرانا التنين. مثل أنه فقد وعيه. هذا أكيد. هذه الألغام من تصميمي، ماذا ستفعل بها؟ سأخبرك بعد قليل.
هل سيكتشفون الخيوط المخفية؟ هذا مستحيل، إنها شفافة أيها العميل السري. جيد، لنذهب من هنا وننتظر وقوع الانفجار. حقاً؟ المفعول هو قوي؟ التنين لن ينجو أبدا. ممتاز أيها العبقري، والآن سأخبرك لماذا تركت التنين يهرب. ولماذا؟ لأنه يريد أن يستغلني لمعرفة الموقع السري للشريط عندما تخبرني عن مكانه ثم يستولي علي. ومن قال إنني سأخبرك عن مكان الشريط؟ أنت لا تعرفني جيدا إذن، فأنا لست من محبي السلام. إذا لم تخبرني بالموقع الصحيح للشريط فسأقتلك في الحال. كل شيء على ما يرام. على ما يرام معلمتي. ماذا جرى للدكتور؟ لا شيء، إنه يرتاح. أنت من فعل به هذا؟ أخبريني، هل تريدين أن تصبحي ملكة؟ لطالما تمنيت أن أصبح ملكة جمال. لا، يجب أن تكوني حاكمة العالم. ومن سيكون الحاكم؟ طبعا أنا، لقد عرفت كل أسرار الشريط، وعندما أعثر عليه سوف أحكم العالم كله. إذن ما رأيك أن نذهب الآن وأقترح أن نأخذ الدكتور معنا لأنه سيكون مفيدا جدا. سيكون مخترع المعتمد مستقبلا. هل أستطيع الإقلاع الآن؟ يا لك من غبي، سيكرمني المعلم حتما. أقلع. فقدت وعيها من الخوف ثانية. صحيح. لم يكن يعلم أن الهاتف الذي تركته معه فيه جهاز تسجيل. اسمع، إذا لم تخبرني عن الموقع السري الآن سأقتله. حاضر، سأخبرك. سنسجنهم ثم نبحث عن الحقيبة الحقيقية. انظر هناك. ما زالا حيين ويستمتعان بالتزلج أيضا. سنقضي عليهما أولا، بعدها نقضي على القط. حان وقت الهجوم الصاروخي. انتبه. سأقضي على ذلك الفأر. هاي، أتلعب معي؟ كرة ثلجية هشة، سأقضي عليك بسيفي البتار. ما رأيك بواحدة أخرى؟ لا تلعب ألعاب الأطفال. هذا يكفي، لقد تحملت بما فيه الكفاية. لقد وصل منطادهم لنهره.
حول التنين معك. هنا النمر، نجحت خطتنا. ما أخباركم؟ ممتازة، كل شيء يسير حسب الخطة المرسومة. عرفنا أخيرا الموقع الصحيح للحقيبة، وقد وضعنا خطة جديدة. اسمعني جيدا أيها النمر وافهم ما أقول. أنا مي يا معلمي، أجب يا معلمي أرجوك أرجوك، استيقظ، هيا استيقظ. ستنجح بالتأكيد. هذا جيد يا أصدقاء، والآن بعد أن اتفقنا على خطة التنين سأقود أنا طائرة الأعداء وسأحميكم من الخلف. حسنا أيها النمر، لماذا ترك الأشقر والمحارب الطائرة وهربا على الزجاجة؟ لابد أن طائرتنا انفجرت الآن، ستقتل القنبلة نصفهم بالتأكيد أيها المحارب. هذا يعني أن نصفهم الآخر سيلحق بنا بالمنطاد. هذا صحيح. انتظر هنا فسيتجهون إلينا وسأستخدم هذا لإسقاط منطادهم. إنهم هنا. خذوا هذه الهدية مني. لك من قناص محترف. هيا اخرجوا، انه الوحيد الموجود في الداخل، لا اثر لهم. اظن انهم ماتوا جميعا. استيقظ هيا، السقطة كانت قوية، سيفقد عقله اكيد. انا الاشقر. من؟ العميل السري، انا والمعلم والدكتور مسجونون في قاعة الاعداء، افعلا شيئا من اجل اخراجنا من هنا. كيف استطاع التنين سجنكم؟ سأشرح لك عندما أراك، لا وقت لدينا. هيا يجب أن أنقذهم حالا. لماذا لم يعمل هاتفك؟ إنه يقطع الاتصال. هناك مفتاح سري في الداخل لا يعرفه سواي، لذا لا توقظني ثانية. مغرور ومخادع. لقد رفضت مساعدتي، فكيف سأصبح سيد العالم؟ سأتأسف للمعلم وينتهي الأمر. لن يفيدك الأسف. رائع، هذا اللاجئ في حالة ممتازة. انظروا، سقط منطادنا. لا أظنه سيطير الآن. لماذا تفكر صديقي؟ إذا لم يستطع المنطاد الطيران، إذن هل يستطيع أن يغطس؟ سأحوله إلى غواصة. وماذا نفعل نحن؟ اذهبوا إلى السفينة المحطمة واحضروا المتفجرات في الحال. أخذنا المتفجرة، فلنعد ونساعد الأرنب بسرعة. أيها الأرنب، لقد أحضرنا كل المتفجرات، هل يمكن أن ترينا غواصتك الآن؟ والآن ماذا سنفعل أيها الأرنب؟ الآن ضعوا المتفجرات حول الغواصة. حاضر. تولى أمر التفجيرات. هذا تخصصي. أنتم جاهزون؟ أخبروني. نعم جاهزون. أجهزون. جيد، فجر الآن. نحن باتجاه قاعدة الأشرار عبر الماء. ممتاز، أنا أقود طائرة العميل السري الآن، وعندما أصل إليهم سيعتقدون أنني هو. عندها سأهاجم وأكيد لن ألقى مقاومة.
أيها العميل السري، هل تستطيع أجهزة دفاعنا إيقاف طائرتنا التي يقودها التنين؟ لا أظن. لماذا؟ لقد جهزتها بأسلحة وأجهزة متقدمة وقوية جدا من أجل إنقاذ الدكتور. لو كنت أعلم ماذا سيحدث لما جهزت الطائرة بكل هذه الأسلحة. أهلا، أتيت أخيرا لإنقاذي. كفى، ليس لدينا وقت، هيا بسرعة. سأفتح قاطع الماء، يمكنكم الدخول من تحت الماء، ولكن هناك الكثير من الألغام فاحذروا. مفهوم، سنكون محذرين. أيها الأرنب انتبه، كن مطمئنا. لقد أتى أصدقاؤنا لإنقاذنا. مرحبا يا أصدقاء، هيا تعالوا بسرعة. توقف، الأعداء أمامنا. بما أنكم دخلتم فلن تخرجوا من قاعدتنا أحياء، هيا استسلموا واستعيشون معنا بسلام. أنت تحلمين. هيا، لما لا تلحق بهم كما تريدين يا معلمتي؟ غريب، ما الذي أصابه؟ أنت هو المعلم يا كومة الحديد الصدئ؟ كيف اخترقت الحراسة المنيعة ووصلت إلى هنا؟ وأخيرا قابلتك وجها لوجه، لم أكن أتوقع أنك هكذا، كمية من الضباب داخل خزان زجاجي. هذا هو رأيك فيه؟ أين ستهرب؟ دوري. في أقرب وقت سأكون أنا حاكم العالم. لا تتعب نفسك أيها التنين الصغير، فمعرفة مخبأ الشريط لا تكفي، إذ يجب عليك أن تعرف كلمة سر الشريط. استعد للموت يا صغيري. والآن قل لي ماذا ستفعل. انتهيت. توقف، لابد أن أفعل شيئا لإعادة تشغيله. اعمل. لن تستطيع القضاء علي هكذا. آسفة جدا على تأخر يا معلمي. اعترف بالخسارة يا أيها التنين. ما الذي يحدث؟
قد انتهى كل شيء، انتصرنا. هل وجدت الشريط السري؟ نعم، وجدت الشريط واستعملته لشفط الأشرار إلى الداخل. حقا؟ بالطبع، فهم عالقون بالشريط الآن. انظروا وتأملوا يا أصدقاء. لا تفرحوا كثيرا بنصركم، ما هذه إلا جولة وسأعود للانتقام.